وتنضم إلينا من أسني بإقليم الحوز مراسلة الغد فدوى المرابطي. مرحبا فدوى، هل لك أن تطلعين على الصورة في هذه المنطقة التي أنت بها؟ يعني ما هي الأضرار التي ربما طالت هذه المنطقة؟ كيف تبدو لديك صورة؟ في حركتنا اليومية بعدد من المناطق المنكوبة والمناطق التي تضررت من الزلزال، اتجهنا صوب إقليم الحوز، ونتواجد حاليا أو وقفنا بهذه المنطقة والتي تسمى بقرية البور. هذه القرية التي أتى عليها الزلزال أيضا، وكان سببا رئيسيا وراء دمار كل منازلها. فقدت هذه القرية الصغيرة 30 فردا من سكانها، واليوم هذه كما تشاهدون من خلفي أعمال الردم تتواصل في هذا المكان بعد أن انتهت فرق الإنقاذ من إخراج الأشخاص العالقين. عملية الإنقاذ ما تزال مستمرة. هناك بالنسبة للقرى والمناطق القريبة من مراكش فالعملية قد انتهت، لكن كلما ابتعدنا عن مراكش واتجهنا صوب البؤر أو بؤرة هذا الزلزال ما تزال العملية مستمرة، بحكم أن الدمار هناك أكثر والضرر أكبر. أيضا على الجانب الآخر نرى مجهودات مكثفة وتعاون بين السلطات، بين أمناء المنطقة، وبين أيضا عدد من المتطوعين من أجل نصب خيام ليستقر فيها أو لإيواء الأسر التي هدمت منازلها. وتعرفنا أثناء تواجدنا على تجربة فريدة من نوعها، وهي لمجموعة من الشباب ينتمون أو ينشطون في جمعية بمراكش تعنى بالرفق بالحيوان. هذه التيمة أو هذا النشاط الجمعوي كان أيضا حاضرا في هذا الزلزال، فهذه الجمعية قررت أن يعني تستمر في نشاطها في هذه الفترة العصيبة وأن تبحث عن الحيوانات المتضررة وتقدم لها العلاجات اللازمة يعني تقوم بتجميعها في أماكن وفي مراكز للإيواء. ربما يتفضل معي مساء الخير، وهو أحد أعضاء هذه الجمعية التي تشارك اليوم بالإضافة إلى نشاطها في الرفق بالحيوانات في مساعدة الناس ومساعدة السلطات على نصب الخيام وتقديم المساعدات الضرورية. جئت من مراكش، قدمت من مراكش إلى هنا لتقديم المساعدة. ما هو نوع المساعدة وما هو نوع الانخراط الذي تنخرطون فيه أو البرامج التي تنخرطون فيها في هذه الظرفية؟ السلام عليكم. أولا بالنسبة اليوم احنا جينا من مراكش عن طريق سيارة الإسعاف التابعة للجمعية، وقررنا ماشي غير اليوم يعني قاعد الأيام اللي سبقت اللي كان فيها الزلازل باش ندير واحد الاعمال تطوعيه باش نقوموا بالبحث على بعض القطط، بعض الكلاب، يعني بصفه عامه جميع الحيوانات المتضرره من هذه الفاجعه اللي عرفتها البلاد ديالنا. وفي الطريق ديالنا يعني كنحاولوا نشوفوا اللي هي الحاجه اللي متضرره بزاف، يعني الحيوانات اللي متضرره بزاف تنحاولوا ننقلوا على حساب سياره الاسعاف ديالنا للمركز ديال الجمعيه اللي كيتواجد بمراكش. وعن طريق ديالنا يعني ملي كتمشي للجمعيه كتحاول تنقل واحد الحيوانات اللي مرض، يعني ليكيب ديالنا كتبقى هنايا كنحاولوا نساعدوا يعني بقدر الاستطاعه ديالنا الناس اللي مثلا كاعوان السلطه و يعني رجال الانقاذ باش نحاولوا يعني نقدموا ما يمكننا من المساعده كبناء الخيام والبحث عن الناس الذين يختفون و مفقودين. نعم مفقودين. في اطار نشاط الجمعيه ديالكم الخاص بالرفق بالحيوانات لقيتوا يعني مجموعه من احتاجت لعلاجات، بعض الانواع من العلاجات الاساسيه؟ نعم يعني صادفنا مجموعه من الحالات يعني منهم اللي ما قدرناش. نعم فدوى، يعني كانت حالات خطيره حتى هي بسبب الزلزال. نعم حالات بسبب الزلزال، وصادفنا يعني مجموعه من الحيوانات يعني اللي قدرنا ننقذوها وهي كتواجد حاليا في المقر بمراكش، وحنا مازال الحمد لله تنحاولوا نلقاو شي حاجه ما اكثر ان شاء الله. وحتى بالنسبه للحيوانات المتضرره يعني كاين بعض الحيوانات اللي بقاو تحت الانقاذ يعني واخا هما ما متضررينش يعني كيبقاو كيروجوا تحت دوك المنازل الهشه اللي تضررت بالزلزال،
تنحاولوا حتى هما نحيدوهم يعني باش لا كان شي هزه اخرى ولا شي حاجه يعني لا قدر الله ما يحاولش يعاود يتضرر مره اخرى ان شاء الله. شكرا شكرا ومجهودات مشكوره. اذا كما تابعنا تجربه فريده من نوعها الحيوان ايضا او طبعا هو هي الكارثه كانت كبيره والزلزال كان ضخم لم يسلم منه لا البشر ولا الحيوان ولا حتى الاراضي وايضا البيوت ويعني لاحظنا تلك الاضرار الماديه الكبيره في بيوت المغاربه في تلك المناطق. لكن فدوى ان كنت تسمعينني يعني هذه المنطقه هل هي صغيره ام الدمار لحق بجميع البيوت هناك وربما كلها تهدمت؟ نعم الدمار كان قربنا من وابتعدنا عن يعني عن مدينة مراكش صعودا نحو سلسلة جبال الأطلس ونحو منطقة إغيل التي كانت بحسب مصادر أو المصدر الرسمي للمعلومة حول الزلزال كانت هي بؤرة هذا الزلزال. كلما كبر الضرر وكلما كان الدمار قويا. هذه القرية لاحظنا على أن معظم منازلها قد هدمت أو انهارت بسبب هذا الزلزال وحتى المنازل التي لم تنهار هي الآن منازل متصدعة، منازل تدخل في حكم المنازل الآيلة للسكان يعني يفضلون قضاء ليلتهم سواء في الخيم التي تتم إقامتها لهذا الصدد أو يعني في ساحات المنزل خوفا من تكرار التجربة وخوفا من هزات ارتدادية أخرى. اليوم حمل أو كان به يعني حمل جديدا وهو زيارة الملك محمد السادس إلى مدينة مراكش وقام بزيارة تفقدية إلى المستشفى المركزي محمد السادس. هذا المستشفى الذي استقبل عددا كبيرا من الحالات الحرجة أو الحالات التي أصيبت جراء هذا الزلزال وقام أيضا بالتبرع بالدم كالتفاتة يعني معنوية ودعم معنوي دعم من أعلى سلطة في البلاد إلى الفئات المتضررة. إذا هذا هو جديد اليوم. صحيح. قام ارتفعت ووصلت إلى 2900 قتيل وأزيد من 5000 جريح وهذا يعكس أن وتيرة إخراج الأشخاص العالقين هي مستمرة والعمل ما يزال على الميدان من أجل إخراج حالات أخرى والوصول أو تفعيل عملية البحث والإنقاذ بالمناطق المنكوبة التي تروج أو تقول الأخبار المتداولة على أن هناك مناطق قروية مقطوعة بسبب عوامل عدة من بينها مخلفات الزلزال من بينها أيضا الانهيارات الصخرية على الطرقات والتي حالت دون الوصول إلى هذه الأماكن بالرغم من أن القوات المسلحة الملكية تستعمل في مثل هذه الحالات المروحيات والطائرات العسكرية من أجل الوصول إلى بعض هذه المناطق النائية والمناطق خاصة التي توجد في قمم الجبال من أجل إجلاء الحالات و يعني ووضعهم في المراكز الاستشفائية. صحيح. القريبة. أشكرك جزيل الشكر فدوى المرابطي، نعود إليك كل مجد جديد، كنت معنا من أسني بإقليم الحوز مراسلة الغد فدوى المرابطي.